بونجور عليكم، السلام عليكم. كيف بقيتي ولاباس؟ كيبقاو الميمات؟ هذا النهار غادي ندرس هذا الفيديو صغير غير صغير على ديك ال باردون على سونتر دو طابل. حنا هنا في بلجيكا تنقولوا له شومان دو طابل، وفي فرنسا تيقولوا له سونتر دو طابل. نعطيكم فكره، حيت بالنسبه لي انا ماشي لابد مثلا ما قديناش نطرزو ديك المنديل الكبير المربع ولا شي حاجه وبغينا ننوعو، مع دابا تبارك الله الشابات تيبغيو داك الشيء مودرن وتقليدي. نعطيكم نظره على هذا السونتر دو طابل اللي كنت انا مصوبه شحال هادي. هو هذا هكذا كيجي مع ديك المنيدلات اللي كنو عجبوكم، وغادي نطبقوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم مع بعضياتنا ديك الصغيورين الصغيورين. والمهم المنيدلات كلهم، هذا هو سونتر دو طابل دايره له انا هكذا نبعدو باش تشوفوا. انا هذاك الديكورات غير حطيت باش يعطيها يعني باش يبان، ماشي ولا تريز امبورطون ديال ان باش تجي تصور ساتلف. فوالا ديك لو شومان دو طابل، سونتر دو طابل كيفاش داير، ماشي فوالا ماشي ثقيل هادشي تيديروه المبتدئات هذاك السليتات الصغيورين كما تتشوفوا. وهادشي هذا هي خفيف، وديك الرشيشات هكذا المجمرات تنقول لهم، وهذا تنقول لهم الدبانه طرز باللهجه ديال طرز الغرزه هكذا. وديك المنيدلات عاود لي شفتو لابد كنحتاجوهم في القهوه او اتاي. انا دابا دايره هادي صغن يعني طبيله ديال اتاي مودرن وبلدي، خلطه شويه هكذا شويه هكذا باش ما نساوش شي اصاله ديالنا. هذا دايرهم هكذايا، شتيو الشومان ديال دو طابل هكذا جايه في الوسط، دايره لها مشتته لهاديك فوالا مشتته لهاديك المجمرات هكذاك حتى لتحت هكذا حتى تجي حتى لهنا. انا تنخليها بحال دابا كما شفتيو هكذا مدليه شي شويش، ديك العشرات السنتيم ما تجيشي حدو قدو، وانتم كما بغيتي. هو هي تنعطي انا يعني لا تجي هكذايا، ملي تتحطوها تتجي بلدي ورومي داكشي مخلط تيجي هائل. باش لابد حنا خصنا، بالنسبه لي انا حنا هنا في اوروبا دائما تنقلبوا على شي حاجه بلديه تنخليوها. وهما هذوك ما شفتيو ديك المنيدلات اللي كنت بغيتكم هكذا. انا دايره غير اقتراح باش نوريكم المنيدل ديال الوسط ديال الطبله. وعد من بعد راه عندي منديل مربع او تيجيه مربع تجي تحت منه شي حاجه، وعندي بزايد الى يعني كل ساعه دابا نحطو شويش باش نبدلو دائما هي على المرمه. المرمه الانسان تيقنط. ونوري داكشي اللي صوبنا مع بعضياتنا هاد المنيدلات راكم شفتيوهم. هذا دايرالو هكذا، هذا مازال ما صوبتوش، هذا بحال باغ اكزومبل انا تنغير ما تنخليش، انا طبعي سبحان الله العظيم تنغير. هذا شفتيوه تيكون سخيخن او شي حاجه وتنغيرو وتنوعو تبارك الله كلشي تعرف التاويل هو تنعطيوه الفكره. شتيو كيف تيجي؟ ناخذ لكم من البعيد، تيجي هو غزال. واللوينات انا حيت بالنسبه لي دايره ديك اللوينات تاي شويه ما فلاشي، حيت هنا عندنا الجو دائما مغيم تنحبو نديرو ديك الشيء تيفوشيش على القلب. ماشي شي حاجه صعيبه المنديل، شفتي ماشي شي حاجه صعيبه، هي خصكم تزعموا وديروا نتوما المنديلات هكذا طويلين ديال شومان دو طابل او شنو تيقولوا له الفرنساويين. المهم انا متعوده تنقول له شومان دو طابل سونتر دو طابل فوالا. وهكذا هو المنديل ديالنا، وهذه هي الفكره ديال هذا النهار باش تاخذوه فكره لا بغيتيو تدفعوه الطرز او طرزوه لراسكم او تيجي تنغيرو تنوعو وتيجي داكشي مزيون. الو تنحط دائما كيف ما قلت لكم انا تندير ديك سوطاس، وديك الشيء هي ديك البتيديطاي هو اللي تعطيو له الشغل. بحال دابا هكذا انا تنحط هاد الجبنه مثلا حيت ديال هذا تتحط تحت شي حويجه وكيف ما بغيتي. وهذا هو
سونتر دو طابل ديالنا ديال هذا النهار خفيف ماشي ثقيل. تنتمنى الله يكون عجبكم، صباحكم مبروك، نهاركم مبروك.